كابتن علاء، شفت المباراه الوديه امام اللي كانت مباراه بتتلعب من يومين؟ الاهلي كسب لازم باك ليفت، شفنا كريم ميحي عرف يلعب، عمرو جمال. المباراه دي ايه الاستفاده اللي ممكن تطلع بيها؟ محمود لعب كمان، ومحمود استلم اللعب، ومحمود انت جبت لي بقى انا كنت سايبها اتكلم فيها. طيب الاول قبل ما اتكلم على موضوع اللاعب الفلسطيني، اللعيبه الشباب اللي شفتها في هذه المباراه شفتها ازاي؟ لا لعيبك عندك، انت عندك كم لعيب مع احترام لكل المنين. لا لعيب كويس قوي يعني، الجزار ده لو خد فرصه هيغطي لك مكان انت عندك فيه مشكله. وما شاء الله يعني لعيب فيه كل حاجه كويسه يا محمد، هايل ما شاء الله، شخصيه ولعيب كويس في الملعب، محترم جدا، مؤدب جدا، حاجات هنا بتخاف لعيبه النادي الاهلي. وكان موجود من الموسم السابق، يمكن عشان بس كولوبالي جه وبيلعب الوقت، لكن هو مبشر وقت ما بس ممتاز. وبعدين مش مكلف الحمد لله، لما اشتريناه كنا بتسمع عليه مش مكلف بالمره بالظبط. فدي النوعيه اللي برده شغال مع كابتن عادل، كام لعيب كده موجودين مع كابتن عادل 97، وقت ما تحتاجهم انت معاك لعيب ما عندوش، او خبطه النهارده عنده مباراه بكره هيلعب المباراه. فما فيش فيها مشكله خالص. انا عجباني فكره حضرتك تتكلم على محمود الجزار، يمكن مش في الحلقه دي، في اكتر من حلقه بتتكلم عليه وتاكد عليه. احنا مثلا لو بندور بره، لا احنا عندنا لعيب امكانياته متميزه جدا. ما انا ببعت رسائل يعني ببعت مع ناس موجوده. هي الوقت، بص يا محمد تأثرت نقطة كده، الفترة دي كم لعيبة بتقولك بتعرض عليا النادي الأهلي كتير جدا، يعني كل واحد النادي الأهلي كلمني، وكيل في الناس النادي الأهلي كلمني، النادي الأهلي في إيه؟ المكان ده موجود فيه أهو، الراجل موجود محمود الجزار، ولعب مع كابتن حسام الموسم اللي فات، والناس كلها شادت بيه، ولعيب زي ما بقولك كويس جدا، ليه لأ؟ ما هو أنت يعني فريق 97 بالتكوين اللي فيه ده مع كابتن عادل عبد الرحمن، هو انت موجود عشان حاجه زي كده. ويعني كل شغلنا السنه اللي فاتت واللي قبلها والفتره دي انت بتشتغل على لعيب صغير، لعيب كويس خالص موجود، بس هي دي النقطه يا جماعه. بصوا على الـ على الـ على الاماكن اللي عندكم، بص على المكان اللي عندك، المكان ده فيه محمود لعيب كويس جدا ما عندوش اي مشكله، احمد علاء كنا بنتكلم عليه لعب في الاخر، قلت فعلا كابتن علاء عليه فعلا صح، لما جبناه كده ولعب كويس لعب عندك، ما انت يعني عندها العمر طويل قوي، يعني حتى لو هتظبط ايه ممكن هو يبقى كويس، مفيش اي مشكله، اللعيب بتاعي انا موجود عندي. ليه انا لعيب؟ وطبعا ارقام حد ارقام مبالغ فيها، غير ارقام جميله، ارقام جميله قوي، ما اعرفش في ايه ليه يعني بجد، يعني لما بسمع ارقام بقول لهم ليه هيعمل ايه، نفسي افهم هيعمل ايه. فما يعني رجاء، اما احنا بندور عليه باللي احنا محتاجينه، فهي هوجه. وعلى فكره مش بنتقدهم، بس ده النادي الاهلي، فكله عايز يعرض نفسه على النادي الاهلي. انت متخيل الوكيل بيعرض لعيبته على النادي الاهلي؟ ما فيش احسن من النادي الاهلي. بعرض انا بقى على لعيب اعرف انا عايز ايه، والناس مشكله خالص فيها، زي عمار، زي محمود الجزار، الناس دي كلها موجوده عندك ما فيش مشكله خالص، مصطفى البدري لعيبه كويسه قوي كمان. ف يعني هي بس يعني تركيز شويه، حتى اللعيبه اللي لعبت الصغيرين دول على فكره موجودين ومكلمين عليهم كويس قوي، وعندنا اول استعان بيهم كابتن محمد يوسف. وفكره عايز اكد عليها يا كابتن علاء برضو، جزئيه عدم التكلفه عشان الناس تبقى فاهمه، مش قصه عدم التكلفه ان انا مش هدفع مبلغ كبير، او انا بخزن على اللجنه الفنيه اللي ما بكبتين صغيره الامكانيات دي عشان بعد سنه او سنتين تتواجد في فرقه اول، زي دلوقتي كانت القضيه الحقيقيه مش بالقيمه المبالغ فيها. ممكن دلوقتي تقال لك على لعيب قيمته ايه، ما هو في الاخر ممكن ما بيكسبش فرقته، او بيضيع ضربات جزاء، او قيمته الدفاعيه مع فرقته ده فعلا هدف. نعم انا في لعيبه سمعت فيها مره. طيب لعيب مهاري وناس كتير قالت لك احنا ما شفناهوش، بس مش هنقيمه او مع زملائك بتروحوا للمساله دي او الفكره دي وبتنزلوا اللعيبه معايشه حتى مع القطاع او مع الفريق الاول، وانك بتشوفه في تدريب او اتنين وتوقع معاه، وفي لعيب تاني برضو قالوا كان جه الاهلي وتصور بعد كده مشي، ما حصلش نصيب. عايز افهم قصه السلمي وحامد عشان برضو الناس تبقى عارفه. خلينا في قصه حامد. حامد الاول، حامد ما عادش كتير. حامد اولا انا شفت لا خلاف السلمي، شفت السلمي قبل حامد. تمام. السلمي في الموضوع اللي احنا فيه او في الشغلانه دي ليك اصحاب كتير الحمد لله، وناس بيبعتوا لك من كل حته، انت في ناس بتشوفها معانا تروح لها، وناس كده بتتفرج عليها. شفت محمود السلمي. عجب جدا. سن صغير كما بقول لك. طب ليه لا؟ كلمت عنا السيد هاتلي الناس تتفرج عليه، لقوا لعيب كويس قوي، مهاري، مهاري جدا كمان، لعيب صغير. انت دايما بص على 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 اللعيب محمد على شكل اداؤه ايه، بغض النظر هو كان بيلعب فين او بيلعب مع مين، بتبص على امكانيات اللعيب نفسه. لا السلم ده من اول لمسه لا لعيب كويس، مهاري جدا، مميز. فكلمنا وتابعت السلمي
واشتغلنا معاه واتفقنا هو مع كابتن عادل ومضوا معاهم استمارات كده عشان موضوع التعاقدات ده انا ماليش دعوه بيه خالص، بعيد كل البعد عنه. انا بس بشوف اللعيب وبعرضه يا جماعه في فلان الفلاني بصوا عليه وترشحه وترشحه، ممكن ما ياخدوش برايي عادي جدا ممكن ياخده برايي. فهو ده اللي حصل مع السلم، اتشاف مره الثانيه مع كابتن عادل او حاجه كويسه، لدرجه ان بعد ما خلصوا يعني قبل المباراه الوديه دي بيوم راح الاسود صور مع مجموعه كبيره جدا اتصوروا. انا نفسي فوجئت ان محمد يوسف خده تاني من مباراه. انا فوجئت بعدها ب 24 ساعه فوجئت ان هو راح المباراه، وفوجئت كمان بالاكتر ان هو لعب شوط كامل الشوط الثاني، ومع ان ما عايز اكتر مش بيتمرن ما بيتمرنش 3 4 ايام، هو اشتغل مع كابتن عادل شويه و3 4 ايام ما كانش بيتمرن، كان في شويه ظروف كده. ففوجئت ان هو لعب الشوط الثاني. طب انت وبعدين الكلام اللي جالي ان الولد عنده ثقه في نفسه، كام لمسه كده الناس كلها مندمجه معاه ومتفاعله معاه، فانت حلو. انا ك ك ك ك كواحد من النادي الاهلي ومن الناس اللي شغالين في اللجنه الفنيه، انا بس الناس اللي بتقول على حد او بتختار حد المدير الفني اللي هو محمد يوسف مقتنع بيه جدا، لدرجه ان هو تاني يوم بيلعب مباراه. ما بتحصلش على فكره دي خالص مبدئيا. يعني قال لي حصل كلام، حصل كلام ما يمضيش في النادي الاهلي، وكان في فيلم كده حصل قبل يمضي تاني يوم مع كابتن عادل وكده. محمود انا سمعت كذا كذا، قال لك انا تحت امرك وانا مش هعلمك في النادي الاهلي وما ينفعش، هو ده اللي عايزه، عايز موجود في النادي الاهلي. طول انا مش عايز كلام فيه، قال لك خلاص وبكره ان شاء الله اروح يمضي. فالولد الحمد لله كل حاجه كويسه فيه، ده انا بتكلم عن سن ومهاره ولعيب كويس مبشر ما فيش خالص الحمد لله. وعلى فكره ما فيش تكلفه، يعني انا ممكن اجيب لعيب وحش عشان هو تكلفته خالص تكلفه لا، ما الحمد لله موجود بدفع ملايين ما فيش اي مشكله فيها. لكن لما تجيلك فرصه انك تجيب لعيبه بالسعر ده ولعيبه كويسه كمان هتنفعك ان شاء الله في المستقبل، وهي بس بالظبط سريه وسريه تام الحمد لله كويس في هدوء خالص. غير اما يبقى لعيب، ما هو لعيب كويس ومعروف، ما هو الحق النادي يطلب مبلغ كبير، ده طبيعي جدا على فكره في عالم الكوره دلوقتي، فالنادي بيدفع المبلغ ده ان هو محتاج اللعيب ولعيب كويس يستاهل. لكن انت شغال في 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 في, في طريقه محمد والناس الثانيين شغالين في طريق، في الاخر انت بتشتغل عشان الحاجه الاهم مننا كلنا، عشان النادي الاهلي بالظبط. بس هو ده اللي انا عايز اقوله على محمود السلم. لكن الحمد لله انا الولد نايم. بقول لك في في في, في قطاع غزه الدنيا عامله ازاي؟ والله يا محمد كم تليفونات بيجي لي من 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 فلسطين، محب ومشجع الاهلي، مش طبيعي مش طبيعي يا محمد والله العظيم. في رابطه اولا فرحانه، انا عارفها بيكلمونا على طول، فرحانه جدا 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 ان محمود السلمي مضى للنادي الاهلي، فرح عارف يعني لما تفرح ناس في فلسطين مضى في النادي الاهلي. دي بص دي قيمه النادي الاهلي عند الناس ازاي؟ فرحه بقول لك في بلد عشان ولد صغير مضى في النادي الاهلي، بس هو ده الامل كان بالنسبه له الولد ده. انت لما جبت رمز صالح هو طبعا ليك شعبيه في فلسطين، لما جبت رمز صالح اتعملت رابطه خصيصا للاهلي في فلسطين. بالظبط بالظبط. بتقول لك يعني هم طبعا بيشكروك وكل حاجه، بس مش شكرا حاجه لان يعني شغلتي. بيشكروا ان انتوا خلاص يعني الناس كلها عرفت ان في فلسطين فيها لعيبه كويسه ولعيبه موهوبه وكده، وفعلا يا محمد بيجي لي كم لعيبه من فلسطين كتير جدا. بس هو المشكله ان انت خلاص ما تقدرش تاخد لعيبه تاني، انك عندك اثنين بس في القطاع كله. بالظبط. ما ينفعش يبقى اكتر من كده. فدايما بيقول لا في مواهب ولازم تبص عليها، لدرجه ان يقول لي لا تعالى هناك واتفرج عليها وكده. فانا ما عنديش مانع طبعا انك تلاقي موهبه زي حاجه زي محمود ده تقدر تجيبها هنا، دي حاجه طبعا كويسه جدا.